جالك كام طلب حتى هذه اللحظة لتيشيرت محمد صلاح؟ لا انا بطلت عد بعد ما وصلت حاجه و40 بقى بطلت عد. خلاص بقى صح؟ خلاص. يعني انا هقول حاجه لحضرتك وربما يعني تكون مسليه للساده المشاهدين. اتفضل. في بعض الادويه الوقائيه اللي طلبت مني علشان المنتخب. فالحقيقه الادويه نادره جدا. ومن الصعب الحصول عليها. فرحت اجزخانه من اكبر الاجزخانات، فالدكتوره اللي في الاجزخان بتقول، فبقول لها انا محتاج الدواء كذا ومحتاج منه كميه كبيره. اتخضت الحقيقه من الرخ، قالت لي هو حضرتك عايز الكلام ده كله ليه؟ فقلت ده علشان المنتخب الوطني بتاعنا وما الى ذلك. وفوجئت بان البنت عاده هنا الواحد عشان يعمل اوردر لاي دواء بياخد له مثلا اسبوع 10 ايام على ما بيجي. طبعا. البنت الحقيقه قالت لي انا اوعدك ان انا هجيب لك الدواء ده بكره. هايل. وخدت اجازه من وظيفتها ونزلت مخصوص المركز الرئيسي علشان تجيب الادويه، وطلبتني الظهر ثاني يوم وقالت لي انا جاهزه بالدواء ارجوك تعالى استلمه. الغريب بقى ان هو قالت لي، يعني طبعا خدت فلوس طبعا ده الاجزخانه والكلام ده كله، طلبت مني، قالت انا كل ده بعمله علشان تجيب لي تيشيرت الكابتن محمد صلاح بتوقيعه. بس قلت لها والله انا هحاول، بس انا نفسي مطلوب مني لاسرتي ومش عارف النهارده احنا يهمنا بس نجيب لي تيشيرت واحد يلعب فيه، لان بالشكل ده الحقيقه الراجل يعني ما عندهم، ما فاضلوش تيشيرتات. انما حضرتك عارف ان هو يعني هقول لحضرتك برضو حاجه ثانيه. انا النهارده لما كنت بكلم سكرتير السيد الرئيس وبكلمه على محمد صلاح، فرد عليا رد الحقيقه اشعرني بسعاده وخجل في نفس الوقت. قال لي محمد صلاح مش ايقونه مصريه، محمد صلاح ايقونه افريقيه. الله. واحنا كلنا من مصلحتنا نحافظ عليه. الحقيقه دي كلمه والله اللي قالها لي، وانا بحلف والله يعني، لان قد كده ده سكرتير رئيس الكاميروني. حد من حب الجماهير يحاول، وده انت عارف الوضع اللي احنا فيه والكورونا وما الى ذلك، وفوجئت بالرجل هذا رده يعني. الحمد لله. واللي عايز اقوله صحيح كابتن محمد صلاح له شعبيه جارفه، لكن حضرتك هتستغرب لما تعرف ان كتير من الجماهير الكاميرونيه عارفين اللاعبين واحد واحد.